اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت خير الجازين وشار المتبين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت قد تبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقصرا علي بالرضا، كنت اللهم بفضلك شقاوتي وحمادي وعقلي وتقديرا لي، واثبت لي عندك في أم الكتاب السعيد المرزوقا موثقا للخيرات، فإنك عبدت وقولك الحق تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يعود علينا هذا الخير المبارك إن شاء الله، وأن يكون برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشفاعته إن شاء الله، وجعلنا إن شاء الله من خيائره، وإن شاء الله يرزقنا إن شاء الله من أدبه وخشيته وخلقه وسره وبركاته. الله يتوب علينا جميعا وليرهم وقفهم وجلاهم، الله يقبض لحوائجهم، الله يسر أمورهم إن شاء الله جميعا، وسادس العلماء والطلاب الله يزيدهم نور على نور، الله يقويهم إن شاء الله، الله يجعل إن شاء الله، الله يجعل إن شاء الله الحكمة على لسانهم إن شاء الله، الله يجعل الكلمة اللي تخرج من فمهم ومن منطقهم تشير قلوب المسلمين إن شاء الله. الله لأننا محتاجين لهذا الناس المرشدين المؤمنين المخلصين الراسخون في العلم، الله يقويهم إن شاء الله، والله يمدهم بمدد المصطفى ومدنا معهم إن شاء الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، والدي الأحياء الله يبارك لنا فيهم، والله يقويهم، والأموات الله يجعل لهم الرحمات، الله يجعلهم إن شاء الله خير. هذه الجمعة هذه الليلة كثير من الفقراء مساكن السنة الماضية كانوا حاضرين معنا وسنوات، والآن في الآخرة، والله يرحمهم ويرحم والدينا ويرحم المسلمين الإسلامية جميعا إن شاء الله. اللهم يا ربي إن كانوا محسنين في إحسانهم، وإن كانوا محسنين فتجاوز عن سيئاتهم يا ربي. اللهم يا ربي ارحمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.